إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت وزارة التخطيط ارتفاع مؤشرات الفقر في البلاد إلى 27%، فيما أكدت أن العراق يعيش أزمة مركبة. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهر الهنداوي في تصريح صحفي بعد رفع سعر صرف الدولار فإن مؤشر التضخم ارتفع بنسبة تقارب 5%، بينما ارتفعت مؤشرات الفقر الأولية بنسبة 26 إلى 27%. وأضاف أن وزارة التخطيط انتهت من إعداد خطة الإصلاح والتعافي، وأخذت بنظر الاعتبار الأزمة المركبة التي تعيشها البلاد من الناحيتين الاقتصادية والصحية، وما نجم عنهما من رفع نسبة الفقر ورفع الأسعار والتضخم وحالة الانكماش الاقتصادي التي عصفت بها. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفقر في العراق بحسب مختصين نتيجة استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار.